طبعا تمتلك هيئة الطرق والمواصلات استراتيجية متكاملة تخص الذكاء الاصطناعي وأيضا البيانات الضخمة. أعلنت الهيئة من فترة سابقة أن هي تمتلك يمكن أحد أكبر منصات البيانات الضخمة على مستوى دولة الإمارات، وهذه كلها طبعا تستفيد من الهيئة في توظيفها في استدامة الأصول والبنية التحتية اللي تملكها هيئة طرق المواصلات، سواء كان في الحافلات أو في النقل البحري أو أيضا في خدمة مترو دبي وترام دبي. طبعا هيئة طرق المواصلات تمتثل امتثال كامل لاستراتيجية المعاملات اللاورقية اللي انتهجتها حكومة دبي وتم اطلاقها في معرض جايتكس العام الماضي، والهيئة طبعا اليوم حققت 100% خدمات لاورقية في كافة معاملاتها من ناحية او من خلال التحول الرقمي للخدمات وايضا من اتمتة العمليات في مراكز تقديم الخدمة. فاليوم بامكان المتعامل اليوم انه يقدم على اي خدمة موجودة في هيئة طرق المواصلات من غير التعامل بالورق. طبعا مشاركة هيئة طرق المواصلات اليوم في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر SAS Executive Connect 2022، اطلعنا اليوم كافة الحضور على استراتيجيتنا في الذكاء الاصطناعي وشو الهيئة راح تكون مقبلة في المرحلة الجاية على المبادرات المختلفة في استدامة الأصول باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات للوصول إلى أعلى خلينا نقول نسبة من الكفاءة التشغيلية في عملياتها. طبعا راح يكون في خدمات استباقيه للمتعاملين، راح يكون في تنبؤ بالاعطال اللي ممكن تحصل في الخدمات الحيويه قبل حصولها، فعلى هذا الاساس يكون في برامج صيانه متخصصه للنظر في الاعطال هاي على اساس ان هي ما تاثر على المستخدمين اليوميين لشبكه المواصلات العامه. يعني على سبيل المثال توظيف الذكاء الاصطناعي ممكن يساهم في 25% من خلينا نقول الكفاءه في عمليات الصيانه، وايضا ممكن يخفض 15% من الصرف اللي يصير على البنيه التحتيه من الكفاءه اللي ممكن تصير في عمليات استدامه الاصول.